صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 107 لسنه 2023 بتعيين مدير في وزاره المواصلات والاتصالات وذلك بناء على عرض وزير المواصلات والاتصالات جاء فيه يعين السيد خالد السيد حسين ياسين حسين مديرا لاداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات